وموضوع حل الجيش العراقي أيضا هناك خلاف بشأنه، ولكن كما قرأت لدى في مذكرات الرئيس بوش وفي مذكرات وزير الدفاع رامسفيلد يقول أن الجيش العراقي هو حل نفسه بنفسه، وبالتالي يعني إحنا كان لابد من أن نشكل أن نحله ونشكل. أيضا بريمر في كتب هذا الموضوع، لكن إياد علاوي يقول لا، إحنا يعني كنا نريد أن نعيد تشكيل الفرق الخمسة للجيش العراقي، والدليل أنه الشهواني كان مستعد لهذا الأمر، ولكن وولف وودز نائب وزير الدفاع اجتمع بنا ولم يأبى لهذا الأمر وأصروا على حل الجيش العراقي، وكانت النتيجة كارثية. قسم منهم نتيجة الجوع، نتيجة الفقر، أخذوا يلتحقون بالمقاومة، ويلتحق قسم التحقوا حتى بالزرقاوي، التحقوا بالقاعدة بسبب وإضافة إلى المقاومة العراقية. فكان حل الجيش العراقي من الأمور في تقديرك، أنا ما أعرف كعسكري هل كان هذا صحيحا أم أن رأي علاوي كان هو الصحيح. نعم. حسنا، أولا أعطيك مثالا تاريخيا. عندما قامت الولايات المتحدة بدحر النازية الألمانية لم يسمح لألمانيا أن يكون لديها جيشا لسبعة سنوات، ولم يبدأ الأمر حتى 1972، أي بعد سنوات من الاحتلال. ونفس السبب كان بالنسبة للعراق، كان هناك احتلالا لعدة سنوات، وأن يكون هناك إعادة بناء لهذا الجيش بشكل بطيء. البعض الآخر قال كما تقول أنت سيدي، أو منهم أياد علاوي، هو أننا علينا أن نتشبث بهذا الجيش حيث أنه المصدر الوحيد للمحافظة على الاستقرار والتهذيب. عندما أنظر إلى هذا الوضع، أنه أعتقد أن الأفضل أن يكون هناك حفاظا على ذلك الوقت والوضع عفوا، وليس فقط من قبل الشرطة الداخلية ولكن كذلك الجيش. وفي الوقت بين 2004 و2008 كان هناك استجابة لهذه الكمية الكبيرة من عدم الاستقرار، مع أنهم واصلوا بالأمر ولكنهم أثبتوا أنهم عوامل لعدم الاستقرار. فأولا كان هناك بعض السوابق التاريخية لإحلال الجيش، حيث أن الجيش العراقي الجديد بدأ بعد شهرين من ذلك، بدأ بإعادة التشكيل بشهرين من نهاية الحرب. ولكن المسألة الحقيقية هنا للكثير من الناس كانت أنه لو استمر الاحتلال بإبقاء الجيش، فما هي الشرعية التي ستكون له؟ هذا هو الجيش الذي قام بقمع الأكراد في الشمال وبقمع الشيعة في الجنوب، ارتكب بعض الإبادات، فهل سيستمر هذا الجيش بكونه شرعيا أم سيكون جيش صدام حسين الذي ولكن بشكل جديد؟ فتلك كانت كل الأمور التي دارت في أذهان الحكومة الأمريكية. وأعتقد أن إحلال الجيش العراقي بشكل رئيسي تم لأنه كان يرى أنه أداة للقمع بيد صدام حسين، ولو أنه تم إبقاؤه سيتم النظر إليه كمنظمة غير شرعية من قبل الأكراد في الشمال ومن قبل الجنوب كذلك. فكان قرارا مصيريا، ولكن بعد 10 سنوات تم رؤية الأمور بشكل مختلف.